الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا بكل ساده مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، وحلقه جديده ان شاء الله من برنامج المطعم. مقدمين النهارده الفكره اللي احنا اتفقنا عليها امبارح، اللي احنا بنقسم الحلقه او بنحضر الحلقه على حلقتين عشان نعرف نتكلم بشكل تفصيلي اكتر عن شارة فراوله اللي احنا هنعملها والكريمات اللي احنا هنشتغلها النهارده. عملنا امبارح التحضيرات اللي هو الليدي فينجر اللي احنا عملناه، وقلنا بتخزن ازاي، تدي له رشه سكر بودر كده من فوق، وبعد كده بنبدا عشان يفضل طري معاكي وانت بتقسميه على الفورمه نفسها. وبعد كده عملنا الكيكه الاسفنجيه برضو قدام حضراتكم، وعملنا الشربات اللي احنا سقينا بيه. كل الحاجات ديت حضرناها امبارح عشان نبدا النهارده الشغل ان شاء الله في الكريمات بقى والحشو والفينش نفسها بتاع الايه الكيكايه. اي اسئله واي استفسارات ارقام التليفونات ظهر قدامكم على الشاشه 2600 من اي تليفون محمول، من اي رقم ارضي 0900 900. صباح العسل. يلا باشا نخش اول حاجه على الكريم شانتيه. هنعملها ازاي؟ هو الخفض بتاعها ازاي؟ هي الكوبايه عليها كوبايتين ونص من الحليب يكون فيه تلج، والحليب بيكون افضل من الميه عشان بتديها دسم اكتر وتبقى ريتش اكتر. فانا حطيت لبن هنا كوبايتين ونص، وحاطين هنا طبعا انا مزود الكميه يعني، لكن هي الكوبايه بالكريم شانتيه بتاخد كوبايتين ونص من من الكريمه، من اللبن الساقع. احط عندي الكريم شانتيه قدام حضراتكم، بيبقى بسكر مش بيبقى خام. وهنا بقاله اكتر من 10 دقائق الحليب في التلج، نبدا ننزله كده. وبنبدا نحطه هنا فين؟ في العجان. نشغل. هدي الاول السرعه عشان ما يطلعش حاجه بره، وبعد كده نبدا نعلي السرعه عليها لحد ما اخفق الكريمه بتاعتنا مظبوطه. طب دي اول حاجه. تاني حاجه، ازاي بقى بناخد الليدي فينجر ده ونبدا نحطه فين؟ على الفورمه من هنا. الفورمه دي تقى اهيت، او لو ما عندكوش الفورمه ديت ممكن تجيب الصينيه وتشتغلي بيها. الصينيه اللي هي بتاعت، عارفين اللي هي بتاعت كيتشن اوفا العاليه، ممكن تجيبيها وتحط عليها البلاستيك وتشتغلي عليها على فكره التورتيه ديت وتحشيها وتقلبيها، بس دي اسهل طبعا. هجيب الفاكيوم بتاعنا وابدا اخد المقاس. بنحط الفاكيوم ده ليه؟ عشان تبقى سهله بعد ما بحشيها، بتلاقي الموضوع سهل جدا لما اجي اطلعها. فانا بحط البلاستيك ده اهو، بحطه هنا في الفورمه، وابدا اجيب عندي الليدي فينجر بتاعنا اللي احنا عملناه امبارح، وقلنا ازاي تعمليه بالمشط بتاعك وتظبطيه. وبنبدا نعمل ايه بقى؟ بقوم واخد الفورمه دي كده، ممكن بس خليني اخد ده اهو، احطه هنا كده. والله برضو ده انا ممكن اخد ده الباشا ده هنا، حلو برضو. هجيب الفورمه دي كده ونقوم حاطينها هنا، وابعد 2 سنتي عشان بس تبقى باينه ليكم، وابعد 2 سنتي كده، ونبدا نقص كده. بسم الله اهو، واخدها نفسها بالظبط، اقوم حاططها هنا كده. ماشي، تبقى عندك بالشكل ده. طيب بنبدا نعمل ايه بقى؟ اقوم حاططها هنا، هاخد الشيت ده اول واحد كده، بصي واحطه فين كده، بصي اهو، بصي مسكنه فين؟ هنا كده في الفورمه. جميل. ولازم يبقى ايه؟ زياده عن الفورمه حوالي 2 سنتي او 3 سنتي. اقوم واخد الثانيه ديت واقوم ايه حاططها جنب اختها بالظبط اهي كده.
زي ما حضرتك كده شايفه. يلزقوا ببعض تمام. بصي الاثنين اهم بصوا قد بعض بالظبط السمك عشان كلها تطلع شكلها مظبوط، والزقهم كده. ناقص ايه؟ ناقص حته قد ديت اهم، جايب دي كده هي دي بالظبط اهيت اهو، مقسم واخد القطعه اللي ناقصه واحاول على قد ما بقدر ازنق دي كده تبقى مزنوقه قوي عشان تبقى ماسكه نفسها صح. بص بقى عامل ازاي، ايه رايك؟ بص كله يلاقي كلها سوا واحد، دي اهم حاجه تمام. الكريم شانتيه بس محتاج شويه حليب تانيين. خلصنا دي يا جيمي، اقوم واخدك كده اقوم حاططها هنا في جنب. بص يا باشا اللي احنا عاملينه امبارح عامل ازاي، بص الجمال اهو، وطري وزي العسل. طيب تعالوا نعمل فورمه صغيره يا حم جيمي. ازاي؟ طوق صغير زي ده اقوم جايبه وحاطينه هنا. نفس الموضوع اقوم جايب الفاكيوم برضو بتاعنا حطه على قد الفورمه. تبقى بالشكل ده ماشي الكلام. شكرا بقى عشان نعرف نشرح بقى الحاجه. بقوم واخد دي كده، لو انا مقطع ليدي فينجر كده يبقى اقطع كده، لو انا واخد لو ليدي فينجر جاي بالعرض يبقى هاخده بالطول، فاهم ازاي؟ يبقى عكس، لازم خلي بالك. اهو على قدها بالظبط تقوم حطها هنا كده. كلام جميل. اقوم حاطط هنا الفورمه ونقوم حاطين هنا القطعه البلاستيك ديت. انا بحب الحاجات اللي تبقى فيها صنعه بصراحه، فاهم ازاي؟ لازم الحلقات بتاعتنا تبقى منوعه كده، تبقى فيها كده وفيها كده. كده نحط الباشا ده كده اهو، بسم الله. تمام جدا، هم واخدينها. والله لو لقيتي حاجه مش مظبوطه نرجعها تاني، انا بحب الشغل ده يبقى مظبوط قوي. لازم كلها تبقى مقاس واحد نستاره بالظبط عشان الشغل يطلع مظبوط. يعني ننزلها كده بس كده، كده بقى تمام. نقوم واخدينها كده وحطينا فين؟ كده مرحلة التحضير الأولانية إيه؟ خلصت. نخش بقى على المرحلة اللي بعد كده وهي الكيك نفسه الخاص بيها. ممكن بالليدي فينجر ده اللي بيبقى باقي ده نحشي بيه من جوه، مفيش أي مشكلة خالص ومش هيحصل أي حاجة. ببدأ أجيب عندي فورمة صغيرة، فورمة تانية كانت قد حطها هنا هاجر، فورمة زي اللي أنا حشيت فيها ديت. بسم الله الرحمن الرحيم، عشان بس اقطع بيها الايه الاسبونج. دي الكريم شانتيه يا عمنا بعد ما خفقناها بقت عامله ازاي. بص القوام بس نفسه بتاع الكريمه ما شاء الله زي الفل. نعمل ايه بقى؟ بقوم واخد عندي كريم باتسير، كريم حلوياني بقى. ابدا ان انا احطه هنا كوبايه، ابدا ان انا احط عندي الميه عشان اعمل كريمه ميكس من غير جيلاتينه. يعني انا مش هشتغل بجيلاتينه خالص، فاهمه ازاي؟ انا مش هعمل دم او كيكه عاليه،
انا هعمل كيكه عاديه، فمش محتاج ان انا احط لها جيلاتينه ولا اي حاجه، هي كريم بسري على كريم شانتيه وخلاص، والاثنين هعملهم مع بعض وهبدا احشي بيهم الكيك بتاعي ان شاء الله. بس كده ضربناها تمام. نبدا نحط عندنا الكريمه هنا على الكريم شانتيه بتاعنا. ثواني يا جماعه، واقوم منزل ومضارب وخفق الاثنين دول مع بعض. تقول لي زي ده فين؟ الموس اتضرب او الكريمه نفسها اللي انا هحشي بيها اتخفقت معايا، تمام كده؟ كل خطوه مشينا واحده واحده. طيب ببدا اخد عندي الكيكه الاسفنجيه، بص اللي احنا عملناها امبارح وخزناها يا باشا وظبطناها. ببدا اخد دي كده اهو، بسم الله، ونقوم ايه قاصين اول واحده كده. طيب هقلل منها شويه، بص بقى بالاطراف كده كده اهو كده وكده وكده. طب ليه بقى بقلل من الاطراف ديت؟ عشان حضرتك لما نيجي نحطها هنا في نص الحاجه تقوم نازله. بص بص الكلام، بص اهي، عشان تنزل بالظبط كل حاجه تبقى لها الصنعه بتاعتها، هتطلع معاكي مظبوطه في الاخر. طيب بنسقي الاسبونش ده بشربات، وهاخد واحده ثانيه عشان اعملها كده، بسم الله، عشان تبقى جاهزه معايا لما اجي احشي ايه من النص. وبرده نفس الكلام هظبط ايه، هظبط الاطراف دي. وخلي بالك كل الاسبونش اللي طالع ده هوت هستفاد منه في القبات اللي انا عملتها امبارح. طيب فاكرين احنا عملنا ايه تاني بقى؟ يلا نفتكر كده، عملنا الكولي اللي احنا عملناه امبارح اللي هو ده، ده بقى احطه حشو في نص الكيكه نفسها. اهو اللي احنا عاملينه بالجيلي، بصي عالمي، مسك معايا وتمام التمام. هقوم نازل كده اهوت وهفكه، بس انا مش هفكه دلوقتي، انا هفكه ساعه لو انا بحشي الكيكه ديت نفسها. فهاخد اول حاجه ديت، خلاص كده تمام، وهجيب عندي كيس كريمه، يعني ممكن بلبله او ساده ماشي شغال، اللي هو الاستخدام المرة الواحدة ده بيبقى حلو جدا. اهو ناخد عندنا الكريمة قوام ايه محترم، ايوه الله ينور عليكم، الله ينور يا شباب. يعني هو بالظبط عارف اشرق بصراحه، ما كنتش هخلص وكنت اقول لك فين الشربات اشرق. ده الشربات اهوت اللي احنا عملناه امبارح، وقلنا ده بيتخزن في الثلاجه يا باشا بيبقى 100 100. اسقي بيه زي ما حضرتك كده شايفه. طيب اديها ايه بقى؟ اديها تطعيمه كده من مربى الفراوله القطعه، بتبقى جميله. ويا سلام لو مربى التوت، ده انت توديها في حته تانيه خالص. حته مربى كده صغيره واقوم موزعها. ماشي على الايه؟ على الشربات ده، وبعد كده نقوم واخدين عندنا الكريمه، بسم الله. هو انت بقى مش هتحط حاجه تانية؟ يعني انت الفكره مش هنحط حاجه تانية في فراوله؟ لا ما احنا حاطين في الجيلي هنا فراوله، فمش هحط فراوله قطعه بقى، خلاص هو اللي موجود هنا هو اللي تمام. نشيل بقى الباشا ده كده من هنا،
ايوه شيل شيل عادي 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 جدا جدا جدا. شيلها كده ونروح فين؟ بص يا باشا في النص هنا حاطينها. يا سلام يا سلام. حط حط يا باشا الجيلي بقى هنا فين؟ اهو في النص هنا. بقول لك ايه بقى، انت بتيجي تقسمي الكيكه ديت انت هتلاقيها في حته تانيه خالص وانت بتاكليها. اهو قوم واخدها كده القطعه الجيلي ديت واضغط عليها بقى على الكريمه. بص بتتحط بعد طبقه الكريمه على طول عشان تمسك في طبقه الايه؟ طبقه الكريمه نفسها. اهي قطع جيلي كده بتحطها هنا. على فكره في ناس كمان بيقطعوه الجيلي ده بيقطعوه مكعبات، لو مش هتعرفي تشيليه من الفورمه بتتقطع مكعبات يا باشا وشغال 100 100. يعني بتقطعيه مكعبات وتحطيها كحشو مع الكريمه تبقى طعمها برده في حته ثانيه خالص. هحشي بس دي، بعد كده بقوم واخد عندي مسحه كريمه يا جيمي. بس مسحه كريمه هو عاملين ايه بقى؟ حاطين الطبقه بتاعت الاسبونش ديت حطينا هنا كده اهي واضغط عليها كويس جدا. يا عيني يا عيني. لا انت هتاخد حاجه في الاخر يعني ايه شغل فاخر يعني. وبعد كده نقوم مدينا شربات، مش هندي مربى بقى خلاص. حلو الكلام. ما رضيتش والله نطلع يعني، المخرج عمال يقول لي جيمي عمال اطلع فاصل اطلع فاصل، مش راضي اطلع فاصل غير لما احشي لكم التورتايه عشان نحطها في الفريزر شويه. يعني هي حلاوه الحاجات ديت كمان لو اتحطت في الفريزر ساعه كده ولا حاجه الموضوع بيبقى او يوم كامل، ايه المشكله يعني. اقوم واخد دي بقى كده الكريمه ديت نقوم واخدينها وحاطينها هنا. يبقى عندي سباتولا كده لا ما ملاش للاخر. طب ال 2 سم اللي احنا سايبينهم دول يا جيمي عشان اعمل حساب الفراوله اللي انا هرصها على الايدي فينجر اللي عندي ده، فبسيب 2 سم زي دول ولو اعلى كمان يبقى حلو برضو. اهيت خلاص كده تمام. الله اكبر عليك. نقوم واخدينها كده ونقوم واخدينها كده حاطينها فين؟ في الفريزر. هحشي دي بقى وانا في الفاصل بقى هي هتلاقي هنجري بقى ورا بعضنا هنحشي الصغيره ديت ونحط الكلام ده فين؟ في الفريزر. ماشي بعد ما نرجع من الفصل ان شاء الله هبدا اعمل لكم الفينش بتاع الحاجات ديت ونطلع القبات الجيلي برضو واعمل لكم ديكور لها حلو قوي بعد الفصل ان شاء الله. اهلا رجعنا تاني بعد الفاصل بنظبط شفت القبات اللي احنا عملناه امبارح بحط برضو حواليها ليدي فينجر فبتبقى شيك قوي. بص المنظر عامل ازاي والشياكه برضو. ايوه ايوه حزومه ماشي. دي برضو اللي هي هنعمل اتنين بليدي فينجر واتنين هنعملهم ساده. ماشي تعالوا بقى ايه ناخد ديت ناخد كريمه ونحشي بيها القبات بتاعتنا. نعمل اتنين ساده واتنين بليدي فينجر عادي جدا. احط كريم على الجيلي نفسه بعد ما جمد وهنا ماشي
واجيب عندي قطاعه نقطع بيها الاسبونش بتاعنا على قد الايه، على قد الكبات دي. اقوم واخد دي كده، مش مشكله، ماشي، شكرا. بسم الله، بص على قد ده بالظبط اهيت، حاطط دي كده، ماشي، ادي دي بالظبط، خلينا دي برضه اهي كده، اضغط، ماشي وهنا كريمه سبونج، اضغط ديت الاكبر، نقوم واخدينها كده ونقوم ايه حاطينها كده. احنا ماشيين كده سهل صح كده، حتى الان الموضوع سهل جدا. وبعد كده بنقوم واخدين عندنا كريمه، اهو بالشكل اللي حضرتك كده شايفه. وبعد كده بقوم واخد عندي كريمه برضو عاملين بيها اللي هي التانيه برضو، ودي نديها فراوله من هنا من الجنب كده، ويا ريت ناخد الفراوله اللي هي الصغنطوطه كده الجميله، بتخلي شكل الكب حلو جدا. انا كده دي بالنسبه لي، وناخد واحده توت كده حلوه كده من هنا، ونقوم حاطين ده في النص، وشكل الكب عامل ازاي. بص حاجه ما شاء الله يعني، يعني كل حاجه يعني ربنا سبحانه وتعالى برضو ما بيضيعش تعب اي حاجه يعني. فعلا بص الواحد تعبان في الحلقه بقاله قد ايه، يومين اتنين، في الاخر الحاجه بتطلع شكلها بتبقى شكلها حلو وطعم بفضل الله كمان. فكل حاجه تعبها في الاخر بتلاقي نتيجتها. طبعا الاكل بيبقى فيه تعب وفيه مشقه طبعا، وفي مشروعات بتعمل منه حاجات كتير جدا ممكن احنا نعملها. فبص الشكل اصلا نفسه عامل ازاي، ممكن احط دي كمان احمر من هنا كده وتوت احمر من هنا كده، يبقى عملنا الساده وعملنا بالليدي فينجر. بصي عشان اللي مش هيعرف يعمل ليدي فينجر، وده الفينش بتاعها اول حاجه. تعال نشوف الكبيره، نفس الكلام بقى كده، بسم الله اهو، نحط على الحروف بقى، والفراوله تكون شطفينها شطفه كده بسرعه تحت عشان لو فيها اي رمله ولا حاجه، لان الناس عم بتوقف في الصحراوي فبتوقف فيها رمل وكده، فلازم نشوفها وبعد كده ننشفها على طول، فاهمة ازاي؟ كده كده التورتاية يعني احنا كلها في نفس اليوم يعني، مش تقعد شوط فترة يعني كبيرة ولا حاجة، بس لازم طبعا نغسلها عشان ساعات بتبقى فيها رمل وكده، فلازم نغسلها كويس وبعد كده نبدأ نشطفها على طول وننشفها بمناديل. ناخد دي كده اهي، ماشي. انا عامل حركة حلوة قوي بقى، اللي انا جايب فراوله كلها طبعا تبقى قد بعضها عشان نطلع الاخر الحاجه تبقى شكلها حلو. صدقيني الحاجات دي كلها بتفرق بقى في الشغل في الاخير بالذات من الكيك يعني، لو الحاجه ديت مش مقاس واحد الحاجه ما تبقاش مظبوطه. عامل بقى حركه حلوه جدا، لو ما فيش جيلي سخن أو اللي هو جيلي التلميع بتاع الفاكهه اللي انا قلت جبته لكم قبل كده، الصراحه بدور عليه ما بلاقوش يعني موجود، يعني في حاجات عندنا خامات كتير قلت قوي موجوده ما بقاش موجود، فبجيب عندي جيلي عادي جيلي فراوله وببدا اللي انا احط عليه ميه سخنه واسيبه يبرد، وقبل ما يبدا يجمد ببدا المع بيه الفراوله، لو اتلمع وهي سخنه مش تبقى حلوه، مش هيمسك عليها الفراوله نفسها. هسرع ايدينا بقى شويه، زي ما حضراتكم شايفين، بسم الله الرحمن الرحيم اهي. كده وكده وكده وكده، بس يا باشا، بس يا باشا كمان، وانا هجيب واحده كمان هنا كده صغنطوطه كده حلوه اهي. ماشي طيب،
بعد ما خلصناه كده بقوم جايب عندي فرشه وجايبين عندي الجيلي بتاعنا التلميع اللي احنا عملناه من السمع عشان نشدي. اهو بصي برد معايا، نقوم واخدينه كده. بصي بقوم ملمع بيه الفراوله، شايفه الجمال بقى؟ بصي مسك على طول. ويا سلام بقى، يا سلام يعني لو انت حشيتيها ودخلتها الفريزر شويه فتقوم واخده من الرطوبه بتاعت التبريد فيجي تحط الجيلي عليها تلاقيه مسك اكتر من كده. ده جيلي فراوله عادي حاطط على الباكو نص كوبايه من الميه السخنه وسبته يبرد، وبعد كده بدانا ان احنا نلمع بيه. جيلي تلميع، في جيلي تلميع ساخن لكن الجيلي التلميع مش موجود، فانا بلمع بده. طب ليه الجيلي بيعمل ايه؟ بيدي لمعه وفي نفس الوقت بيحافظ على العمر بتاع الايه؟ ويدي طعم طبعا الفروه الاحلى، وبيحافظ على عمر التورتايه نفسها، تقعد معاك يومين ولا حاجه فين؟ تبقى موجوده عندك في الثلاجه. انا هديها الفينش بتاعها دلوقتي كله كامل. الله عليك. تسلم ايدك. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا استاذ انا خلصت اهوت، هجيب ديت. ماشي. يلا نشيل. ماشي اهي يا باشا، نقوم شايلينها كده فبتبقى عندك بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه، وبعد كده نقوم رابطين عندنا بالريبون بتاعنا ونطلع الفاصل الصغير كده اهوت، وبعد الفاصل ان شاء الله نكمل مع بعض فينش الحاجات التانيه. بعد الفاصل نكمل. اهلا بيكم رجعنا تاني بعد الفاصل. عملنا التورتايه الكبيره ال 24، عملنا الاندفيدوال بتاعها، عملنا الميني، عملنا حاجات يعني وسهله والفينش بتاعها على الهواء كله، ماشيين الموضوع بسلاسه جامده جدا. طب تعالوا نعمل الجاتوه. بالمناسبه الاحمر اللي وقع ده من الجيلي، جيلي التلميع، هو بس اللي عمل المفروض ما تعملش لون احمر كده بصراحه يعني، لكن عادي يعني الفكره هيجمد وهيبقى حلو، بس الفكره كشكل لا، انا المفروض ما تبقاش واخده اللون الاحمر ده، يبقى من الجنب، فاهمه ازاي؟ فدي من الحاجات اللي بتتعبني انا نفسيا. انا بلاقي الحاجه كلها مثلا ممكن شكلها تبوظ عشان الجيلي اللي انا حطيته ممكن يكون ايه عمل هنا على الليدي فينجر بس، لكن هي كشكل وكطعم مفيش اي مشكله خالص يعني ان شاء الله. تعالوا نعمل الجاتوه. ده الاسبونج اللي احنا عملناه امبارح اهو، بتقومي شايله ورق الزبده كده منه. نعمل جاتوه صغير بقى كده، بسيط جدا سهل. ماشي اقوم واخد يوم قلبها كده هنا واقشر بالشكل ده كده عشان كله بقى ايه سوا واحد، عشان لو في حته عاليه في حته واطيه. ما
شربات اساسي طبعا. ماشي كده تمام. كريمة الميكس طعمها حلو قوي. نديها كريمة ميكس من هنا. وبعد كده بنقوم واخدين موزعين الطبقة الكريمة ديت على الباشا ديت. ممكن نجيبها هنا كده هنا اهي. صح الكل. كريمة كمان كمان حتة. ده الجاتوه اللي احنا هنعمله دلوقتي وهوريهولك. هيبقى سهل جدا وبسيط. طبقة الاسبونش التانية قبل ما نحطها اكيد شوية فراولة كده حلوين بقى عشان ايه الحشو بتاع الجاتوه نفسه. يبقى مظبوط وكل قطعة تلاقي فيها فراولة المكعبات. ولازم الحركة دي نعملها لازم دي. بصي يعني الاتنين يدخلوا ببعض كده عشان مفيش حاجة تفصل. لما اجي اقطع القطعة تطلع مظبوطة ومفيش حاجة تفصل مني. وكمان حتة كريمة كده من فوق عشان الاسبونج اللي عندنا من فوق يلزق عليها ويبقى مظبوط. واقوم واخد عندي الطبقه الثانيه كده زي ما هي بورقه الزبده كده ماسكها كده من الطرف كده. نقوم حاطها فين؟ هنا. ما هو الصاجين قد بعض اهو. تقوم شايله ورقه الزبده زي ما حضرتك كده شايفه. كلام جميل. اي جاتوه اي تورت اي حاجه تتحشي لازم تحط الفريزر ساعتين من الاخر بقى. يعني عارفه الحركه بتاعت الجيلي دي ممكن كانت تحصل امتى؟ وعمرها ما كانت تحصل لو اتحطت التورتايه ديت ساعتين اتنين في الفريزر. فالفراوله دي هتبقى واخده بروده اول لما الجيلي يقع عليها تلاقيه يمسك على طول. بس لازم يا سلام بقى لو تكبسيها بصك كده. يعني سلام لو نجيب صك كده على الجاتوه نقوم حاطين كده وحاطين حاجه تقيله عليه من كده من فوق ونقوم حاطينه ساعتين في الفريزر. حتى وانت بتقطعي الجاتوه يطلع مسطره. تلاقي طبقه الفراوله مع طبقه الكريمه مع الاسبونش الحاجات ديت كلها. انا بقول لك الشغل ده عشان زي الاماكن تشوفيها بره وتلاقي الحاجات ديت كلها غاليه قد كده بره فتبقي عارفه الحاجات دي بتتصنع ازاي. يعني لازم تتكبس وتحط في الفريزر يعني بلكه الجاتوه نفسها. الاسبونش طبعا اول لما السيرب بيقع الشربات بيقع عليه على طول يقوم ماسك على طول. ما هي دي القشطوطه. ايوه القشطوطه بتعمل كده. بس انا ما لسه شربات بيتسقي لبن. وصباح الفل بقى. ازاي بس لبن مبخر وبتاع. المشط موجود يا شباب. المشط اللي احنا عملناه من امبارح موجود تحت صح؟ انا 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 شفت اهي هنا. ايوه اهو يا شروق بتقول لك موجود وخلاص. تلاقيها نفسها. المشكلة كل البنات اللي شغالين هنا بيجوا في البيت. يعني أراهن ما بيعملوش كوباية شاي في البيت. كوباية شاي والله. فأكيد يعني إيه يعني العيب هيبقى علينا إحنا كشيفات. بص أهو ما اتظبطتش صح؟ إديها تاني اختها تاني عادي جدا. ورانا إيه؟ كل حاجة لازم تطلع مظبوطة بفضل الله. تقوم عاملاها كده تاني ماشي. نقوم جايبين دي كده تمام ظبطت. نقوم جايبينها التانية برضو اهي.
تمام جدا. نعمل ايه بقى دلوقتي؟ هاخد عندي الميه ديت، لازم ميه سخنه. بقى هبدا اقطع الحروف بقى واظبطها، هلم كده مكاني الاول. عادي عادي مش مشكله كده. فبص ما شاء الله طلعنا تشكيله عامله ازاي من الاسبونج. الاسبونج برده الباقي اللي هي الحاجات اللي بتقع بقى ديت في المكنه او في العجان، حطيها واعملي منه بوبس كيك صغير وغطسيه في الشوكولاته، جامد جدا. يعني في افكار كتير ممكن تطلع كتير قوي من الاسبوع. او في ناس طبعا المحلات معظمها كانت زمان كانت بتعمل الكبات اللي هي الحاجات اللي هي بالدبريهات الباقيه. والله اللي هي الكبات ديت اللي هي كانت بتتباع بنص جنيه ديت، كانت اقل من كده يعني. الفكره كانوا ما فيش مشكله عندهم خالص لان الحاجات دي كلها كانت بتبقى باقيه، فبدل ما يعملوا بوبس كيك وحطها في كبات كده واديها صوص شوكولاته وبيع. يلا عسل، والله والله العظيم عسل. الحاجات كل الباقيه دي بقى نعملها، هنعملها بوبس كيك اصلا في الاخر كده ونروقها يعني عشان نطلع القطعه تبقى مظبوطه. فبنضف الاربع حروف الاول وبعد كده ابدا اشوف السايز اللي انا اقطعه بالظبط ايه. اهي كده هوب شيلها كده، بعد كده كده نقوم جايبينها ديت ونقوم مقطعين كده. ماشي كده بقى تمام التمام. فابدا بقى ايه، يبقى عندنا الكاتل، نحط هنا شويه ميه سخنه عشان نعرف نقطع بقى الحاجة تطلع مظبوطة. كل بقى مقاس واحد العين بقى تشتغل بقى، او لو مش هتعرفي تشغلي عينك تجيبي سايز كده وتشتغل عليه. ماشي وبعد كده نقوم قلبين دي كده. ماشي اهو دي تلاتة قول على اتنين يا باشا، اتنين كده ايوه من نص بالظبط. بسم الله. ماشي كم قطعة بقى؟ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة 12، 12 قطعة. بص بقى الكلام، الله بصي حاجة حاجة شغل فاخر من الاخر يعني. والله قطعة جاتوه قطعة جاتوه، قول يا باشا كده وحتة فراولة كده عليها من فوق وشكرا. ماشي بتعمل حساسية، بتزود الحساسية قول له. نص يا باشا كده اهي. طبعا لو في ورق كاسات بقى يبقى ايه، يبقى حاجه جميله جدا. شيلي كده نص الكلام. الله 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 عايزك بس تبص بالكاميرا من فوق على الاحجام، كله مقاس واحد، فاهم ازاي؟ كلها مقاس واحد، الارتفاع واحد، مقاسات هو ده دي الفكره. وكمان لو اتبردت بتطلع احسن من كده كمان، يعني بص اهيت ادي قطعه الجاتون بتاعتنا اهيت صوره يا جيمي بقى. فاهم ازاي؟ هالموضوع بيبقى حلو قوي يعني. بص اهو اهو بص القطعه كلها تلاقي مقاس واحد، بص واحنا بنشيلها من النص كده عامله ازاي؟ طبقات الفراوله من جوه وخفيف على فكره جدا يعني، مش تقيله زي ما انت متخيله يعني. اهي
والله ما محتاجة أي ديكور تاني بقى، ولا فراولة ولا أي حاجة، هي كده. لا لا لا، هي كده تمام جدا اهي. يلا يلا يا باشا، هيطلع لنا فاصل كده جيمي ان شاء الله. بص كميه الجاتوه ما شاء الله اللي طلعت عامله ازاي، اعملي مشاريع كده وروقي نفسك. يلا انا كل حاجه مديها لك النهارده وامبارح بالتفصيل. فاصل وبعد الفاصل نواصل ان شاء الله. بعد الفصل كل الكيك بقى اللي باقي معانا من الجاتوهات اللي احنا عملناها بقوم واخدها كده حاططها فين هنا كده، بصيها في العجان. كله بقى الباقي معايا من الحاجات البواقي من الكيك ومن التقطيع ومن الليدي فينجر ومن كل حاجه، تقوم واخدها كده في الاخر بعد ما تخلص شغلك كده وكل حاجه تبقى منحوته كده ومظبوطه، بتقوم حطاهم هنا. واخده معلقتين عندك مربى فراوله، عليهم كده. وبعد كده بنقوم حاطين العجان مشغلين عليه ونفرم كله مع بعض. بسم الله. ايه ماشي. بص بقى المقادير بقى جيمي نزلها لك من اول ما بدأنا خلص امبارح، فاهم ازاي؟ في الاخر يعني اتمنى تكون المعلومات كلها تكون وصلت لحضراتكم بكل سهوله، يعني الموضوع ما يبقاش صعب على الناس او استيعابهم صعب. لا الموضوع مشيناه ببساطه جدا، وقلنا ايه لازمه الليدي فينجر اللي عملناه امبارح والمشط والحاجات ديت كلها. فكل الحاجات ديت اتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا منها يعني. والحلقه كلها موجوده على السوشيال ميديا، على صفحه برنامج المطعم وعلى صفحه بي ان سي ان شاء الله. علي بقى شوية عليها. عشان كله ايه يدخل في بعضه. أي كيك بقى عندك بقى، أي حاجة بقى عندك حطها في العجان. ولقيتيها مفرولة اديها مربى كمان أو كريمة زبدة، ممكن تشتغل معاكي برضو يعني. كريمة الزبدة ممكن تشتغل معاكي حلو جدا. الشوكولاتة البرطمانات ينفع تشتغل معاكي. أي حاجة تمسك. فاهمة؟ بس ممكن تحط فيها قطعة فراولة لو عايز تحط فيها قطعة فراولة. بصي بقت عاملة ازاي اهي اهو، بقت طالعة معايا بقت 100 100. جداية بقى كده اهو ونكورها كده. قطع الفراوله اللي هي المربع عملنا فيها شغل حلو قوي. ممكن نحط فيها جيلي كولا، ممكن نحط فيها حبوب شوكولاته اللي هو شوكليت شيبس، ممكن نحط اي حاجه تشتغل معاك يعني الحشو يعني. ممكن تحشيها مكسرات من جوه، لها 100 طريقه ومين لها 100 حكايه يعني. وطعمها حلو قوي بالمناسبه يعني، كله يبقى مقاس واحد ده كده. ايه مفيش جرام بفضل الله ترمى في حاجه، كل حاجه استفدنا منها وبقت زي الفل. بعد ما تطلع تجيبي خله وتحطي بالظهر بتاع الخله شوكولاته، تضربيها في في البوبس كيك ده، وبعد كده تقوم حطاها في الشوكولاته بقى. شوكولاته تكون فيها زيت يعني، شوكولاته وفيها زيت هتلاقيها بتشقى معاكي. يلا ما تجيبها ما تجيبيها يلا هاجر.
شكرا كده. نعمل ايه بقى؟ اهو نقوم حاطينها كده كده كده. لازم تحط طبعا في الفريزر شويه عشان نبدا ان احنا نشتغل بيها. يلا يا استاذ. يا باشا. لا يا عم تمام. نجيب شويه زيت صغيرين هنا كده. على الشوكولاته هنجيب عندنا نشوف النهارده الاطباق الشيك الموجوده من راك والمقاومه للصدمات الحراريه. يعني ايه طبق بورسلين يكون مقاوم للصدمات الحراريه؟ يعني بيطلع من الفريزر يخش على طول ايه او من الثلاجه يخش فرن. ده مقاوم لان الحجر البورسلين نفسه اللي مصنوع منه طبيعي 100%. الحاجات ديت موجوده، هتلاقيها موجوده حصريا في برايدز هاوس. راك من الاطباق اللي هي اثبتت وجودها حرفيا في الشارع المصري كتير جدا اصلا. يعني قبل ما اصلا ما يتم الاعلان عندي كمان كتير قوي كانوا بيستخدموه. يعني الفيدباك عن المنتج ده محترم قوي قوي، يعني كتير جدا. يعني حماتي نفسها يعني تقول لي انا شاري راك ده قبل ما تتكلم عليه من سنين، يعني لانه مصنع كبير جدا وعملاق في راس الخيمه. الوكيل الحصري له هنا هو برايدز هاوس، هو الوكيل الحصري لاطباق راك. الاطباق وده اللوجو هتلاقيه موجود على كل قطعه موجوده عنده، هتلاقي موجود منه 68 قطعه و 123 قطعه هتلاقيه موجود. شوف اللي يناسبك. في اطباق جاتوه برضو عندهم الوان واشكال كتير جدا. الرسومات اللي عندي كلها طبيعيه ما بتطلعش، مفيش اي تجاريح هتلاقيها موجوده على الطبق حتى لو هتاكل بشوكه وسكينه فيه. فدي حاجات بتميزه جدا. هناخد السرفيس ده ونروح فين؟ عندي كده اهوت. احنا خلصنا جيمي اصلا صح؟ تمام. ورق زبده طبعا. نقوم واخدين دي كده ندحرج الباشا ديت كده اهيت. بص بقى الحركه حلوه قوي بقى ايه؟ قبل ما تجمد عندي الشوكولاته بنقوم حاطين عليها حته فراوله كده تجمد معاها. ماشي؟ فبتبقى شيك قوي. تاني بقى. ادي البوبس كيك اهوت. صفي. حط هنا وقبل ما تجمد معاها بنقوم عاملين ايه؟ حته الفراوله دي فبتجمد معاها فبنيجي ناكلها بتلاقيها حلوه جدا. سهله. حلقه سهله وحلقه بسيطه جدا. اتمنى ان شاء الله الحلقه تنول اعجابكم. اشوفكم في حلقه جديده من برنامج المطعم، يا رب يكون ضيوف خفاف عليكم وبنقدر نوصل المعلومه وبنقدر نوفيكم حاجات جديده، ودي اهم حاجه في الموضوع اللي الناس تستفاد من الحلقه. وانا بتبسط جدا لما بلاقي اي حد على الانستجرام او على الفيسبوك بيبعت لي حاجات ويفتحوا منها مشروعات. دي انا ده الهدف بتاعي. خلاص اللي اتعلم سات البيوت ومش ناقصين تعليم اكتر من اللي هم اتعلموا. عندهم اكلات وعندهم محبه، عندهم تشكيلات كتير سواء من اكلات على السوشيال ميديا او من على اكلات من على اتعلموها من والدتهم. الفكره اللي انا بعملها اللي انا بوصل معلومه انك تعملي مشروع في البيت، بس دي اهم حاجه بالنسبه لي. تقدري تحسبي الكوست بتاعك وتقدري تعملي البلان وتجيبي المعدات المناسبه، ودي مهم جدا، المناسبه للشغل اللي انت هتعمليه. يعني خلي بالك البيتزا ليها افران معينه، الاسبونش والكيكس له افران معينه. الحاجات ديت كلها هنتكلم عليها في تفصيلا في حلقه باذن الله. هجيب لك الانواع بس مش هتكلم عن الماركات، هنتكلم عن انواع الافران المناسبه والمخصصه لكل حاجه. الكرواسون والباتيه والدانش برضو له كونفكشن، له افران معينه له. فكل حاجه لها استخدامات. هتشتغلي في ايه؟ هتعملي ايه؟ هتجيبي عجان انهي؟ هتجيبي عجان صغير تعملي بمشروع؟ اكيد مش هينفع. طب امال هتجيبي عجان 20 لتر ولا 100 لتر؟ ان شاء الله كل الحاجات دي هنعمل حلقه مخصصه عنها قريبا ان شاء الله. اشوفكم على خير. سلام عليكم.
لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.